مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. بنتواصل في موضوع رئيسي لهذه الحلقه. كل عام وانتم بخير. اليوم هو العاشر من رمضان، غير ان 10 ايام انقضت من هذا الشهر الفضيل. اليوم ذكرى هامه للشعب المصري والشعب العربي لاهم حرب حديثه كسرت شوكه العدوان الاسرائيلي واسرها لاراضي هامه، منهم شبه جزيرة سيناء، هذه الأرض المباركة، هذا درع الوطن. الشعب المصري سطر في هذا اليوم ملاحم كبيرة، ملحمة ليس القوات المسلحة فقط، ولكن الشعب المصري والقوات المسلحة جزء هام من هذا الشعب الذي سطر ملاحم هامة في هذا اليوم وفي مجموعة أيام شهر أكتوبر عام 73. فكرة لا سرقة، الشعب كله متكاتف، عمليات دعم للقوات المسلحة التي أعادت العزة والكرامة للشعب المصري بعد انكسارات 56. سنتحدث اليوم عن موضوع العاشر من رمضان، وبالطبع لدينا متابعات لأهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعوني أبدأ بهذا الموضوع. أحد الأخبار قال عودة الطيران، حركة الطيران بشكل طبيعي بدءا من 16 مايو. في متابعتنا واتصالاتنا حول هذا الخبر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءا من 16 مايو الجاري. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءا من 16 مايو الجاري، موضحة أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مشددة على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. في السياق ذاته تم تسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية وأيضا الوزارات المختلفة وطبعا القنصليات المصرية. دعونا ناخد تعليق من الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال تحياتي. سلام. أهلا بحضرتك. طبعا بعد نفي مجلس الوزراء السؤال يعني حول حركة الطيران، كيف ترى استمرار التعليق؟ نعم، يعني وبالفعل يعني استمرار تعليق حركة الطيران بيأتي في إطار استمرار الإجراءات الإحترازية اللي بتتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا مثل بقية أنحاء العالم. العالم كله طبعا اتخذ إجراءات احترازية، طبعا هذه الإجراءات بيتم مراجعتها بشكل مستمر، سواء من ناحية هل يتم تجديد هذه الإجراءات، هل يتم تخفيفها، هل يتم تعديلها. طبعا ده بيأتي في إطار الاجتماعات بتتم بشكل مستمر. احنا عندنا اللجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الموقف بشأن كورونا، فيها وزراء المختصين من كل الجهات، وعندنا بتعرض نتائج هذه اجتماعات هذه اللجنة على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بيتخذ القرارات المناسبة. وزي ما حضرتك أشرت طبعا للأسف البعض بينشر شائعات، طبعا شائعات تؤثر كثيرا على المواطن المصري وتأثر على سلامته وتأثر على حتى خططه وعلى يعني توقعاته. فبالتأكيد طبعا هذه الشائعات بتضر المواطن أشد الضرر. لذلك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيحرص على أنه هو يرصد هذه الشائعات وبيرد عليها من خلال الجهات المعنية. وزي ما أكد المركز الإعلامي أن أي قرارات بيتم اتخاذها بشأن الحظر بيتم إعلانها رسميا من خلال بيانات ومؤتمرات لرئيس الوزراء وبيانات لمجلس الوزراء، وبتعلم بشكل رسمي ومن خلال كل القنوات. أي شيء بخلاف ذلك هي مجرد إشاعات، يعني المفترض إحنا كمواطنين يكون عندنا الوعي لا ننشر تلك، لا نصدقها ولا ننشرها حتى لا نؤثر على سلامة المواطن. أكيد. أنا بشكرك أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على هذا التعليق. 47 عام مرت على ملحمة عام 73، هذه الملحمة التي صدر فيها الجندي المصري والشعب المصري أجمع والشعوب العربية المجاورة، ملحمة للتكامل، ملحمة لكسر شوكة العدوان والعدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية. هذه الملحمة صادفت يوم العاشر من رمضان، شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الجليل كان على مدار الإسلام. ولمن تابع معنا برنامج هذا الصباح كانت معنا فقرة حول هذا الشهر المعظم والملاحم التي سطرت فيه من بداية فجر الإسلام
بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، يوم 17 رمضان في غزوة بدر الكبرى، تلتها الكثير من الغزوات والفتوحات والانتصارات. كان آخر هذه الانتصارات هو انتصار مصر في عام 73، وبداية هذه الحرب كانت يوم 6 أكتوبر العاشر من رمضان. شهر رمضان المعظم له الكثير من الذكرى. في هذا اليوم لازم نتذكر الدماء التي سالت لتحرير سيناء، وأيضا الشعب الذي وقف خلف جيشه والذي وقف بتلاحم وتعاضد حتى يقدر هذا الجيش أن يكسر شوكة المعتدي. سنتحدث اليوم عن أهمية هذا اليوم وعن فكرة التلاحم للعبور من الشدائد. سؤال حلقة اليوم كالتالي: كيف تؤكد ذكرى العاشر من رمضان على وحدة المجتمع في مواجهة الشدائد؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بأراءكم ومقترحاتكم، كلها مرحب بها دائما. همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. اسمحوا لنا أن نخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم، نتذكر معه العاشر من رمضان ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان هذا العام في وقت تواجه فيه مصر حرب على كافة الجبهات، إلا أن روح النصر الذي حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة تؤكد على أهمية إعلاء الإرادة المصرية ووحدة المجتمع لمواجهة الشدائد. فما زالت مصر تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، حيث يقوم الجيش المصري بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة لأوكار الإرهاب. وبالرغم من تضحيات القوات المسلحة، إلا أن الشعب المصري يؤكد دوما أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وتكفيف منابعه بشكل كامل، وأن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف القوات المسلحة لدحر الإرهاب، خاصة وأن أبطال القوات المسلحة يواصلون تنفيذ مهامهم بكل إصرار للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وعلى جبهة أخرى تواجه مصر حربا على فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب تكاتف كافة أطياف الشعب في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكبح انتشاره، فيما تقوم الدولة وكافة الجهات المعنية بكل ما يلزم من إجراءات، حيث تقوم الدولة بحملات تطهير وتعقيم بكافة القطاعات والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات مثل استراتيجية الدولة لتجهيز وتأهيل عشرات المستشفيات على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، والتأكيد على تقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمية ليكون جيش مصر الأبيض على خط النار لمواجهة هذه الجائحة العالمية. كما تحاول مصر الحفاظ على معدلات نموها الاقتصادي والاستمرار في مشروعاتها التنموية، ما يتطلب وحدة الشعب ومواصلة العمل بأقصى طاقة ممكنة وعدم التوقف لتحويل محنة كورونا إلى منحة لكافة القطاعات الاقتصادية لتستمر عجلة الإنتاج مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. إذن نحن نتذكر اليوم هذه الملحمة الكبيرة التي سطرها الشعب المصري وجيشه والتلاحم في هذا الوقت، وما أحوجنا فعلا في هذا الوقت إلى أن نتلاحم. نطلب من الناس أن تبقى في بيوتها إلا لمن اضطر للعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية. جيش مصر الأبيض وجيش الطبي في العالم كله يحارب فيروس صغير ولكنه قاتل، أودى بما يقرب من 3 ملايين إصابة حتى الآن. يعني نحن في حرب، وأيضا تطهير ما بقي من سيناء. لا نقول الإرهاب في سيناء، فسيناء خالية تماما من الإرهاب إلا جزء بسيط جدا لا يتعدى 20 كيلومتر من منطقة العريش والشيخ زويد. وطبعا ننعى شهدائنا وشهدائنا دائما في الجنة وقتلاهم في النار. طبعا بعد الحادث الأليم الذي حدث واستشهاد 10 من جنود وضباط القوات المسلحة،
منذ يومين ما زلنا نحارب هذا الإرهاب وهذا الظلام. دعوني أبدأ بمجموعة من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي حول التلاحم وحول يوم العاشر من رمضان وذكرى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. أبدأ بمحمد الطواب إناوي عاشور بيقول: استرداد كرامة الأمة للوطن لأجيال المستقبل تؤكد ذكرى العاشر من رمضان على وحدة المجتمع في مواجهة الشدائد. رحمة الله على شهداء الوطن على مر العصور والرئيس السادات رجل الحرب والسلام. السادس من أكتوبر يوم رد الكرامة بعزيمة وإصرار ووحدة وطنية بإنكار الذات. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. كانت حرب العاشر من رمضان حدثا فاصلا في تاريخ الأمة التي عادت تعلن عن نفسها بشكل جديد وتؤكد أنها قادرة بفضل الله تعالى على تجاوز جراحها وتحقيق آمالها متى صحت الإرادة وصدقت النية واتضح الهدف واجتمعت الأمة حول ثوابتها لا حول الأشخاص. في حرب أكتوبر وفضلا عن التدريب الصحيح والإعداد الجيد فكان من أهم أسباب النصر حين حققت الأمة أول نصر حقيقي في تاريخها الحديث على الصهاينة بعد هزائم متتالية تجرعت الأمة مرتها. كانت الهزيمة الكبرى في 5 من يونيو 67 من غزوة بدر إلى حرب العاشر من رمضان 8 انتصارات للمسلمين في رمضان وفي مصر وحدة وطنية مسلم ومسيحي على قلب واحد لأن مصر أرض مباركة مقدسة مصر كنانة الله. وبيشاركنا بصورة جميلة لذكريات العبور عبور خط بارليف. معنا أيضا تعليق آخر له ولكن طويل جدا سأنتقل إلى تعليق لأحد آخر. معايا محمود الضوي بيقول: تؤكد ذكرى العاشر من رمضان على وحدة المجتمع في مواجهة الشدائد ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه الانتصار كان نتاج إرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل وأن يحفظ مصر من كل مكرون وسوء. حقا أن ذكرى العاشر من رمضان ستبقى ذكرى عزيزة خاصة أمام الأجيال التي ذاقت مرارة نكسة 67. بيشاركنا بعنوان: قوتنا تقاتل الآن فوق سيناء من جريدة الجمهورية في هذا الأيام. تعليق آخر لمحمد طواب قناوي عاشور: أفتخر أني مصري أفدي وطني بإنكار ذات نستمد النخوة والرجولة عزيزا من عقيدة القوات المسلحة المصرية. وصورة لأحد الكباري لعبور القناة. محمود الضوي أيضا: تؤكد ذكرى العاشر من رمضان على وحدة المجتمع في مواجهة الشدائد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذكرى السادس من تشرين العاشر من رمضان ليس يوما مثل باقي الأيام. والصورة جديدة لرفع علم مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس أيام العبور. طبعا دي كانت مجموعة من تعليقاتكم وما زالت التعليقات كثيرة والصور أيضا لذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر تنهال علينا. دعوني أبدأ بمجموعة من ضيوفي تحليل لهذا اليوم الهام. سيكون معي ضيوفي عبر الهاتف في هذه الفقرة. معي اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني سابقا ومعي الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير أخبار المسائي. وأبدأ بسيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني سابقا. سيادة اللواء تحياتي وكل عام وأنت بخير ذكرى العاشر من رمضان. أهلا وسهلا بك يا سيدي. أهلا بحضرتك. طبعا ذكرى العاشر من رمضان ذكرى السادس من أكتوبر الاثنين ذكرى واحدة بس عشان برضو في أجيال كتيرة بتتلخبط بينهم. هذه الذكرى ذكرى هامة ذكرى لتوحد الشعب المصري خلف جيشه يعني الموضوع مش جيش بس وأيضا شعب. نحن نحتاج لاستلهام هذه العبر في هذا الوقت خاصة ان احنا بنحارب الكورونا بنحارب جيشنا الأبيض بيحارب هذا الفيروس القاتل بنحارب أيضا فلول الإرهاب في جزء صغير من سيناء لا يتعدى 20 كيلومتر وأيضا جشع التجار وغيره. يعني لازم نستلم هذه الدروس في هذا الوقت. شوف حضرتك انت مفيش دولة تقدر تعمل نصر ونصر حافل كبير عظيم الا لما يكون الشعب معاها. ليه؟ نعم. يعني في حاجة اسمها قوة الدولة الشاملة اللي هي الامكانيات الدولة كلها مع بعضها تشتغل في موضوع واحد وده اللي اتحقق في نصر اكتوبر نتيجة معركة الاسلحة المشتركة الحديثة اللي كانت الدولة كلها بتشترك فيها. ودينا على اللي بقوله لك ان المشروع الاستراتيجي التعباوي الكبير اللي اتعمل قبل الحرب مباشره وانتهى يوم الخميس ده كان من ضمن
وسائل الخداع الاستراتيجي. كلمة استراتيجي يعني الدولة كلها مؤسستها كلها. وبالتالي انت قدرت تحقق النصر اكتوبر العظيم ده، واحنا لابد ان احنا ناخد دروس مستفادة من هذه الحرب العظيمة نكمل بها حياتنا، واي مهدد جديد جنة لازم نقيس عليها الخبرة في مقاومتها، نحط فيها الخبرة اللي احنا خدناها من حرب اكتوبر. نعم. فانت النهاردة عندك مرشح اوسط كبير اللي فيه الحرب من جيل الرابع، اللي فيها اساسا ما عادش قوات بتيجي تحاربك، لكن هو بيعمل حاجتين، يعمل انقسام في الجيوش الوطنيه يخليها تنقسم عرقي او ديني ويزرع بينها الارهاب، وبقى الارهاب هنا نظام فرق تسد. بقت هنا اسمه الارهاب الدولي. الارهاب الدولي ده ليه؟ لانه بينفذ مصالح الدول اللي بيشغله. طب احنا في مصر جيشنا ما بينقسمش، طيب بيعملوا ايه؟ الشعب ما بينقسمش، بيعملوا فيه ايه؟ يوم يزرعوا له الارهاب فين بقى؟ في المكان اللي ما فيهوش جيش. ليه بقى؟ عشان برضه خد بالنا ان سينا هي الهدف طبعا، ان الدوله الاسرائيليه عندها عقيده دينيه ان دولتها من العريش للفرات وليس من النيل للفرات. نعم. النيل للفرات ده هرز سياسه، لكن احنا بنتكلم على العقيده اللي الناس بتحارب من اجلها. طبعا اللي دارسين في هذا الموضوع واللي بيقروا كويس عارفين طبعا معنى العلم الاسرائيلي من النيل للفرات اللي هو الخطين الزرق وعلامة نجمة سيدنا داود اللي بيقولوا عليها طبعا، وهي طبعا لا تنتمي لسيدنا داود بل هي أصلا أقدم من هذا، ولا الخطين. نعم. كمان ينتموا للكلام اللي حضرتك بتقول، لأن من العريش. نعم. للفرات مش من النيل للفرات. العريش للفرات ده وادي، والوادي ده كان بيتملى مية كل في الشتاء بس، وبالتالي كان نهر بدون اسم، عشان كده تذكر في أسفار العهد القديم من. نعم. نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات دي نحطها، فهم بالتالي عايزينها. أنت في بعد حرب أكتوبر والسادات فاجئهم بالسلام وفاجئهم ان دي اخر حرب بيننا وبينهم، عندهم مشكله. لما انت دخلت معاهم في فوضات اصريت على الحدود من رفح لطبق، فبالتالي انت قصرت العقيده اللي من عريش للفرات. نعم. هو عايز يرجع لك تاني، قاعد يحول لك دي موضوع جورال هاند بتاع التبادل الاراضي، عرض 84 و86 و94 وانت كل ده بترفضه. فطبعا لما جاء عمل موضوع الشرق الاوسط الكبير، خد الحرب من الجيل الرابع كاساس للتنفيذ فيها الارهاب الدولي، فلما زرعوا في المكان ده اللي هو ما فيهوش جيش ده هينقسم هناك، وما فيهوش اقتصاد هيوقف الدوله، اذا هو هدفه السياسي اقامه الدوله، عايز يعمل اماره اسلاميه فيها بعض المتطرفين اللي فيهم من القوه تبقى ضعيفه بالنسبه لهم بالنسبه لاسرائيل، فيمكن فرض عليهم قيود اللي ممكن ينفذ بيها الفكر الاستراتيجي بتاعه. ومن هنا يبقى ده الهدف ان احنا مطلوب فيها ان احنا الحته دي يبقى فيها المشاكل عندنا. طيب احنا الشعب المصري وقف بعد 30 يونيو لما الرئيس السيسي وهو وزير الدفاع وخد التفويض في اخر يوليو لمحاربه الارهاب ووضع الخطه الكامله بتاعته، الناس وقفت معاه والشعب وقف ظهره، وبالتالي بدانا حرب الارهاب سواء جوه الوادي او. نعم. في سيناء، وحققنا الانتصار فيه، واخر حاجه عملناها اللي هي سيناء 2018 اللي قطعنا فيها جذور الارهاب هنا. طيب اسمح لي سيادة اللواء نقف عند النقطة ديت عشان انتقل لضيف التاني، وابقى معي أرجوك. انتقل للأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائية. أستاذ جمال تحياتي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا يعني الإعلام ليه دور مهم في فكرة توعية المواطنين وفكرة حشد آراء المواطنين وحشد القوى الشعبية للوقوف خلف الدولة وخلف جيشها وخلف طبعا الآن الجيش الأبيض في حروبنا الآن، إذا كنا بنحارب فيروس إذا كنا بنحارب إرهاب. دور الإعلام أيضا كان ليه دور مهم جدا في وقت 73 10 رمضان، يعني هذا الوقت فعلا لم تسجل أي حالات من السرقة، لم تسجل أي حالات من الغش، إزاي نرجع الأجواء دي تاني؟ هو طبعا في الأزمات الكل يتوحد، وده سمة الشعب المصري الحبيب. دايما في حرب أكتوبر وفي الأزمات كل الشعوب بتكون خلف قواتها المسلحة، رأينا في حرب 6 من أكتوبر العاشر من رمضان المجيدة كيف كانت مصر كلها موحدة، بعض المواطنين تضوعوا للدفاع عن الأرض والعرض، الجيش تقدم الصفوف، المواطن العادي تطوع للدفاع الشعبي، البعض تطوع في التمريض، الكل كان في الجبهة الداخلية، انتهت السرقات وانتهت الجريمة. وبصراحة مش من 73 بس، احنا من عندنا من 56 بالتأكيد. يعني شفنا في بورسعيد وشفنا بعدها في 67 بعدها بيومين لما بدأت العمليات الفدائية وغيره.
بالتأكيد العمليات الفدائية كانت مستمرة، لكن نحن نتحدث عن ملحمة كانت مرحلة شعبية وشعبوية وخلف القوات المسلحة في منبتها المقدسة لتحرير الأرض والعرض. كانت الأمور كلها وكان الإعلام له نصيب كبير، بعض زملائنا الصحفيين والإعلاميين كانوا ضمن قوات المسلحة وكان لهم دور كبير وسجلوا بالكلمة والصورة ونقلوا الواقع ونقلوا بطولات الحرب 6 أكتوبر 10 رمضان. نعم. والحقيقة قصوا علينا الكثير من هذه الحكايات وكانوا كتفا بكتف مع جنودنا وضباطنا رجال القوات المسلحة البواسل في معركة 6 ساعات ثم معركة ما تلاها من أيام في الحرب. هذه المعركة التي زلزلت الأرض تحت أقدام الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتقد أنه لم ولن يقهر. القوات المسلحة قامت بدور كبير جدا، أجبرت بعده إسرائيل على الخضوع والقنوع لكافة. طيب اسمح لي يا أستاذ جمال، لازم أسألك هنا سؤال مهم طبعا، وبما أن طبعا مشاهدينا وشفنا الحالة اللي عملها الطفل إسلام اللي عنده 10 سنين، فكرة لما بيتفرج على مسلسل الاختيار، هنا السؤال في قصص كثيرة ومهمة جدا في حرب أكتوبر، يعني مش عايزين ان هي هتكون اروع من قصة الاختيار، ولكن عندنا قصص احنا بنشوف لغاية الوقت الولايات المتحدة ودول الحلفاء بتعمل قصص لحرب العالمية الثانية وانتصاراتهم، ممكن يجيبوا قصة عن فرد، قصة عن مجموعة، قصة عن، وطبعا ده غير تدخل طبعا النفوذ اليهودي فيها، النفوذ الصهيوني فيها عشان تأثيرهم على هذه الحرب. لماذا نتأخر كثيرا في العرض حاجات كتيرة عن أكتوبر؟ يعني ممكن نعمل ملايين القصص منها. الحقيقة ده هذا ما ينقصنا، والحقيقة يمكن أنا عقدت عدة ندوات في جريدة الأخبار المسائي واستضفت فيها نجوم الفن والطرب والغناء ونجوم السينما والمنتجين، واستضفت فيها عدد كبير من هؤلاء وناقشنا معهم لماذا لم نقدم عملا فنيا وعملا دراميا يناسب حرب أكتوبر المجيدة وحرب والانتصار، هذا الانتصار العظيم. وكان ردودهم جميعا الإمكانيات المادية والتكلفة الكبيرة، وهذا العمل مردود عليه لدرجة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب في أكثر من لقاء الفنانين ورجال صناع السينما أن يقدموا أعمال فنية محترمة حتى يقوموا يقدموا هذه الأعمال للتاريخ وللوطن، لكن للأسف الشديد لم نقدم على هذه الأعمال حتى الآن، واكتفينا بعدد من المنتجين الذين يقدمون الأعمال الرخيصة التي تجذب المشاهد وتحقق لهم المكاسب المالية فقط، لكننا نحن في أمس الحاجة إلى تلك الأعمال الخالدة التي نحن في أمس الحاجة إليها لتخلد يعني هذه الذكريات العظيمة وهذه الانتصارات العظيمة التي أبلى فيها جيشنا العظيم. صحيح صحيح. أنا بشكرك أستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائية، بشكرك شكرا جزيلا. ونقطة مهمة جدا وأنتقل بها للواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني سابقا. سيادة اللواء، يعني برضو فكرة أن الفن بيلعب دور هام جدا، يعني احنا شايفين مسلسل الاختيار أثر في طفل عنده 10 سنين اسمه إسلام، فما بالك بقى لما نستذكر معا وكل بيت في مصر كان ليه جندي أو ضابط أو شهيد في حرب 73 وحرب 67، يعني في النكسة اللي للأسف ما زلنا بنعاني من أثار هذه الهزيمة، يعني بنتكسف منها برضو. لا شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني خلينا واقعيين. نعم. دائما أنت لما تيجي بتدرس مادة علمية بتتكلم فيها محاضرة نظرية وبعدين تعمل يا مناقشة يا بتعمل بيان عملي يا أي حاجة عشان تترجم الكلام ده. صحيح. أنت والناس، أنا الولاد، إحنا ما إحنا بنطلع في الإعلام وكلمنا في التوعية كتير جدا، مردوده قد إيه؟ عاوز حاجة أستند عليها وأنا بتكلم. نعم. فلما جاء الفيلم بتاع الممر، أحفادي اللي هم بيصدقوني لما أقول أي كلمة، لم يتبلور في ذهنهم معركة أكتوبر إلا لما شاف فيلم الممر. صحيح. وشرحت له جزء منه، شرحت للولاد وشرحت الكلام ده، لمست في دماغه. لسه احنا لسه امبارح عشان في ساخي الكلام حفيدت قاعده معايا بتقول لي يا جدو هي العريش دي فين؟ هي واقف اعدادي، فين المدرسه؟ فين القرارات اللي احنا كنا بنرسمها واحنا في اولى اعدادي وحافظين حدود مصر كلها؟ ده صحيح. التعليم بقى هنا لما تسالني السؤال ده، هم اجيب لها خريطه واحنا بنتفرج على المسلسل
وبقول لها دي الحته دي. طب اشمعنى العريس؟ عشان العريس زي ما قلت لحضرتك في بدايه صحيح. الكلام صحيح. ان هي مطلوبه في كذا وكذا وكذا، بدات تفهم ان هي عايزه تعمل عايزه تعمل كذا. زرعوا لنا الارهاب عشان كده، يعني الارهاب ده بقى يروح، ده لا الارهاب لا ده يفضل موجود لغايه القضيه ما تتحل. فبالتالي اسمه ايه بس هيعمل ايه؟ اسمه الارهاب الكامل. بدات تفهم كلمه الارهاب الكامل يعني ايه؟ يعني بيطلع يعمل عبوه ناسفه في الظلام وقت الناس ما مش ماشيه في الحظر عشان بنقاوم كورونا، يقوم يستغل الموقف لان الارهابي جبان دائما وخسيس. نعم. كلام انت بتساعدك الميديا، بتساعدك الاعلام عليه صحيح. بتساعدني وانا مع الاستاذ حسين لما بيقول لك بيقولوا التكلفه، انا مش عايز تكلفه، انا فكره بسيطه قلتها والله في وزاره المصرف. واكيد القوات المسلحه المصريه هتساعد، عندنا الدبابات الاسرائيليه وعندنا الدبابات القديمه وعندنا كل حاجه. ولا خد مساعد قوات مسلحه ولا حاجه، اللي عايز ينتج هينتج. انت النهارده بتعمل مسلسل، المسلسل ده فيها ايه لما تقول ولد ثالث من اللي انت بتجيبه ده في المسلسل؟ ايوه اي مسلسل في واحد ثاني، في واحد بينصحه يقول له بس كلمتين، يا ابني ده انت ابوك كان من ابطال حرب اكتوبر وعمل وعمل وعمل، تاخد منه قد ايه دي في الحوار؟ دقيقتين. نعم بس احنا عايزين برضو نفرض بطولات للابطال. أيوة اللي ضحوا بحياتهم كتير. نعم ابدا بدي، ابدا بالحاجات البسيطه صحيح لغايه لما نوصل الكبير. انا بشكرك سياده اللواء وبشكرك على وجودك معايا، سياده اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني سابقا، بشكرك شكرا جزيلا. كل عام وانت بخير وكل رجال القوات المسلحه المصريه والشعب المصري بخير بذكرى العاشر من رمضان. خلونا نسمع اراء المواطنين في الشارع حول سؤال حلقه اليوم، ثم نستكمل معكم حوارنا وتواصلنا. العاشر من رمضان او النصر اللي هو 6 اكتوبر ان شاء الله، ان ده مثلا ده يقرب الناس او يوحد الناس ان هو ما فيش ان شاء الله، يعني ما فيش لدى الارهاب ولا حاجه. الناس اللي هي بتموت دي يعني الصراحه الواحد حزين عليها يعني وكده، عشان انا كنت راجل مجند، يعني انا كنت راجل مجند وبخدم الجيش وعارف يعني ايه تجنيد وعارف يعني ايه واحد يخدم الوطن. الواحد بيصعب عليه الناس دي، يعني يجي لهم الهدايه من عند ربنا ان شاء الله، ان الناس كلها تتحد باذن الله ومبقاش في مشاكل والعالم كله يتحد ويبقى كله ما فيش مشاكل ان شاء الله، عشان كله يبقى لصالح العام ان شاء الله باذن الله. الشعب المصري صفاته ان هو شعب بيحب اللمه، بيحب الاسره، بيحب العيله الكبيره. طول ما احنا بنخاف من رب، بنخاف من ربنا وبنتقي الله وبنخاف كل شيء من شيء من كل شيء، شعب ان شاء الله ربنا معاه وهننتصر. طول ما احنا معانا القوه السياسيه، القوه العظيمه اللي هو الرئيس، انا بدون نفاق ولا رياء انا بحبه لانه راجل بيتقي الله، بيخاف ربنا، بيخاف على شعبه. نرجع احسن من الاول، بس يبقى في القيم والاخلاق ترجع تاني، ادي اهم حاجه. القيم والاخلاق ترجع تاني، الانتماء هيرجع، كل حاجه تبقى احسن من الاول. احنا جايين لنا مناسبه طيبه هي ذكرى 10 رمضان اللي هي الحرب اللي قامت سنة 73. دي ذكرى طيبة، والشعب المصري يفخر بهذه المناسبة الطيبة، لأن الجيش المصري خرج الاحتلال الإسرائيلي من سيناء. نأمل كلنا أن احنا نتحد ونقف مع القوات المسلحة ونقف مع الجيش يد واحدة ونساندهم ولو بالدعاء. ربنا يوفق مصر ويحميها من كل مفتن. دي كانت مجموعة من تعليقات المواطنين اللي قابلتهم كاميرا حمزة وصل وسألتهم على سؤال حلقة اليوم. قبل ما أروح لتعليقاتكم خليني أخذ هذا الهاتف مع اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء تحياتي، كل عام وانت بخير، ذكرى العاشر من رمضان طبعا وذكرى هامة جدا للشعب المصري، ذكرى تحرير الأرض وذكرى الصبر. دايما شهر رمضان شهر الصيام، شهر بيعلمنا الصبر، وكانت حركة ذكية جدا استخدام هذا الشهر وهذا التمويه الاستراتيجي زي ما قال لنا أستاذنا اللواء محمد الغباري في استخدام شهر صيام في مثل هذه الحرب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير. وانت طيب. فكره الخداع الاستراتيجي ايضا في ان احنا نستخدم ايام صيام ونعمل فيها حرب، طبعا فكره ان احنا بدانا الساعه 2:05 بدل ما بداناش مع زي ما بتقولوا طلعت مع اول ضوء زي ما تعودنا في يعني
خداع استراتيجي أيضا، استخدام القوة الضاربة بالطيران المصري لضرب المواقع وتمهيد الأرض قبل الدخول بالمعدات الثقيلة، كلها استراتيجيات بتدرس الآن برا. خلينا نكون صراحة، حرب 73 بتدرس الآن في أكبر الأكاديميات العسكرية في العالم. الكلام ده صحيح فعلا، لكن خليني أقول لحضرتك أن اختيار التوقيت ده كان عنصر من ضمن العناصر الخطة طبعاً. المتكاملة يعني الخطة كان حتى في منها جزء سياسي وكان في جزء إعلامي وطبعا كان في جزء استراتيجي وجزء على مستوى الجبهة وجزء على مستوى وجزء التكتيكي. شعبوي في الشعب نفسه بالضبط، يعني كان في خطة متكاملة وكان العلم هو الأساس. نعم، الحقيقة كان في ملمحين مهمين جدا في حرب أكتوبر، كان العلم في أدق وأبهى صوره العلم العسكري. وكان والنقطة الثانية المهمة اللي لا تقل أهمية عن النقطة الأولانية هو محاولة إيجاد حلول غير تقليدية لكل المشاكل العملية دي. صحيح، هتلاقي مثلا في الساتر الترابي كان محتاج قنبلة نووية بالضبط، لكن هو بالعلم والأسلوب غير التقليدي فتحت الساتر الترابي بمضخات مية ليها مواصفات خاصة. أنا النقطتين دول مهمين، والنقطتين دول على فكرة يصلح لأي زمان ومكان، إن التناول العلمي للمشكلات وأيضا المحاولة المستمرة لإيجاد حلول غير تقليدية لها، واستخدام العلوم الاستخباراتية أيضا بالمجمع المعلومات والاستطلاع وغيره لتأمين القوات وتأمين طبعا أنابيب النبالم اللي كانت تحت القناة وغيرها، يعني في العشرات والألاف من هنا. خليني بس أتكلم على فكرة التلاحم الشعبي، عايزين احنا نتكلم النهاردة، احنا بنحارب عندنا الجيش الأبيض اللي أيضا كان ليه دور ولازم نقدم لهم التحية، كان ليهم دور أيام أكتوبر في رعاية المصابين ووقت والمستشفيات المصرية ضربت أروع الأمثلة، والممرضين والدكاترة في حرب أكتوبر احنا النهاردة بنحييهم أيضا على حربهم ضد الكورونا. التلاحم الشعبي في هذه الأوقات هو طبعا أي حرب فيها إعداد الدولة للحرب، خطة لإعداد الدولة للحرب، من ضمن هذه الخطة إعداد الشعب معنويا وحشد كل إمكانياته لصالح الحرب أيا كان شكل الحرب إيه. طبعا احنا شايفينه ايضا، طبعا كان نموذج مثالي في اكتوبر 73، كان في نموذج مهم جدا وما زلنا بنعيشه اللي هو مكافحه الارهاب والحشد الشعبي الظهير قوي جدا للقوات المسلحه والشرطه اثناء مكافحه الارهاب. ايضا لو الموضوع واخد اتجاه اخر ويمكن مكافحه فيروس برضو يعني لا يقل خطورة ويعني بيهاجم الدول وهي بشراسة شديدة جدا، فأيضا احنا كلنا وراء الأطباء والممرضين وكل الأطقم الطبية على اختلاف تخصصاتها، هي ملحمة مهمة جدا، ما بفصلش الجيش عن الشعب، ما بفصلش تخصصات المدنيين عن بعض. في مصر ما انا شايف ان ما نقدرش من الخطا ان انا افصل الجيش عن الجيش ده، هو جزء من الشعب، هو اخويا، هو ابني، هو والدي، هو كله. طب هنا لازم اسالك على نقطه مهمه حضرتك اثرتها، فكره استخدام العلم. خلينا نكون صراحة، وانا يعني عايز اسالك دي قبل ما اسالك على فكره استخدام الميديا لتخليد ذكرى والانتصارات، بس استخدام العلم وجزء منه يعني فكرة ان انا عندي لازم اعمل افلام تخلد الخطط وتخلد يعني قدرات القوات المصرية وغيره وغيره وغيره، عندنا ممكن نعمل ملايين الافلام عن حرب اكتوبر. والله حضرتك لمست نقطة في منتهى الاهمية وفي منتهى الخطورة، خلينا اكون صريح جدا في اجابتي، احنا يعني قراءتنا للكتب قليلة وبالتالي احنا ثقافتنا جزء منها بشكله التلفزيون والسينما والافلام والمسلسلات، انا شايف انه مش عيب يعني ممكن تدرس النقطه دي في اتجاه اخر، لكن طالما انا كعموم الشعب المصري بيحب التلفزيون والافلام والمسلسلات فانا ممكن مسلسل او فيلم يجسد له حدث وينقله له بصوره كويسه جدا وواقعيه
يشكل تكوينه ويعيد. صحيح. زي الاختيار الآن زي رأفت الهجان اللي أنا شخصيا لغاية الوقت كل ما بشوفه شفته من 30 سنة ولا من 20 سنة كل ما بنقعد نشوفه مرة تانية لعميل 1001 وغيره، يبقى ده بيرسم وجدان أيضا شباب كثير هذا الوقت. وعلى فكرة فندم ده موجود في العالم كله يعني. صحيح. لما تبص كم الأفلام اللي اتعملت عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لغاية الوقت بيطلعوا بأفلام بالضبط لغايه دلوقتي في نعم. افلام هو نعم. بيجيب هذه الاحداث نعم. بدل نعم. ما الشاب يقرا كتب كثيره جدا وقد يكون فيها يعني يا سياده اللواء انا شخصيا بشكرك وكل عام وانت بخير. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه نصر العسكريه بشكرك شكرا جزيلا. وانضم الي الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كليه اصول الدين بجامعه الازهر. دكتور عبد الفتاح تحياتي كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير يا فندم. اهلا وسهلا تحياتي. طبعا كل الناس يعني وبالذات العدو يعني احنا قلنا بنتكلم على الخداع الاستراتيجي الان بيعتقد ان شهر رمضان ده شهر نوم شهر تعب، ولكن حقيقه المسلمين منذ بدايه فجر الاسلام وبقياده الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر كان في 17 رمضان الى العاشر من رمضان. تقول ايه عن الحرب في شهر رمضان؟ يعني الحرب التي تقوم بها الدول من أجل استرداد حقوقها والحفاظ على كرامتها واسترداد أراضيها وغير ذلك حرب مشروعة، والحروب المشروعة في الإسلام إنما هي من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته وحفظ حقوقه من تراب وعرض ومال وغير ذلك. جدير بأن يعلم الناس أن شهر رمضان شهر روحانيات عالية والأنفس فيه تكون على أهبة الاستعداد للتضحية والفداء. وواهم من يظن أن العبادات تصيب أصحابها بالكسل أو الخمول، بل العكس، العبادات تصقل الأرواح. وقد رأينا جنودنا وجيشنا البطل في حرب العاشر من رمضان كيف زلزلت صيحات الله أكبر التي انطلقت بها حناجرهم العدو، وكيف صنعوا الأعاجيب، وكيف استطاعوا أن يعبروا خط بارليف الذي كان يظن العدو أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع جيش من جيوش العربي أن يصل إلى ما وصل إليه هذا الجيش المصري العظيم. فهنا أسجل تحية تقدير وإجلال لجيشنا البطل على تلك الملحمة التي رسمها وسطرها التاريخ المصري من تضحيات، وتلك الدماء الزكية التي ارتوت بها أرضنا الحبيبة. ولا زال هذا الجيش العظيم يعطي المزيد، حيث يقوم الآن بمكافحة ومحاربة هذا الإرهاب الغاشم الذي ابتليت به دولتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر مصر من هؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين يريدون فسادا في الأرض إن شاء الله. بشكرك يا دكتور، بشكرك دكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وبإذن الله تعالى سيتم تطهير الأرض كلها من هؤلاء المتأسمين. مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. اليوم ذكرى العاشر من رمضان، هذه الملحمة التي سطرها المصريون، ويجب أن نحتفل طبعا كمسلمين بذكرى كل هذه الملاحم التي سطرت منذ بداية غزوة بدر إلى حتى العاشر من رمضان. هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل، وهو كالتالي: كيف يمكن الحد من التداعيات النفسية للكورونا على المصاب والمجتمع؟ سؤال من أهم أسئلة همزة وصل سنتتابع معكم غدا بإذن الله تعالى. تابعونا دائما، بنخليكم تحيات فريق العمل، تحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.